السلام عليكم. 334 يوما مرت على حرب غزة، وما زال الاحتلال يدور بحلقة مفرغة من الحلول، خالية من تحقيق الأهداف التي أعلن عنها بداية العدوان. فالقوة العسكرية الغاشمة وسياسة التدمير الشامل لم تسعفه لاستعادة أسراه أو تصفية قادة المقاومة، ولا حتى إزالة حماس من حكم القطاع. وفجر الفشل المتراكم صراعا بين قادة الاحتلال أنفسهم، وبدأ أن الحرب ذاهبة لمشهد من هزيمة استراتيجية قاسية، تذكر بما جرى في فيتنام وأفغانستان وقبلهما في ستالينغراد، مع فارق القوى بينهم وبين قطاع غزة المحاصر. ويعرف هذا النوع من الحروب التي تجري بين أو تجر الجيوش إلى دائرة مفرغة من المعارك غير القابلة للحسم، ويتم التركيز فيها على استنزاف القوة العسكرية للخصم وتكبيده خسائر مادية كبيرة ومعنوية، حتى تصل إلى الذروة ليقع بين خيارين: إما الحفاظ على ما تبقى من القوة أو الاستمرار حتى الانهيار. ويكون المقياس الأهم في مثل هذه الحروب معنويا أكثر من كونه ماديا، فإرادة القتال والقدرة على التضحية تحسمان إلى حد كبير حروب الاستنزاف، فضلا عن مقدرة الطرفين على تحمل تكاليف مواجهة غير قابلة للحسم ولفترة طويلة. وبالنظر إلى الحرب المستمرة على قطاع غزة، فإنه يمكن رصد تأثير حرب الاستنزاف على الطرفين، المقاومة الفلسطينية الباسلة والعدو الصهيوني من ناحية أخرى، لكن وقعها على أصحاب الأرض مختلف تماما عما تحدثه لدى الاحتلال الصهيوني. في حلقة اليوم، الاحتلال بين قطاع يحارب وضفة تشتعل، أناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام: الأستاذ عدنان الصباح، الكاتب والمحلل السياسي معنا من الضفة الغربية، والأستاذ ثابت العمور، الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من قطاع غزة، ولاحقا سينضم إلينا الأستاذ نجيب مفارجة، الباحث والمحلل السياسي من الضفة. أرحب بكما معي أستاذ عدنان وأستاذ ثابت، أهلا بكما. أهلا وسهلا بحضرتك. سعيد بوجودك معنا أستاذ ثابت. وأبدأ معك يعني استثمارا للاتصال الجيد الآن. 334 يوم متواصلة من الحرب، مرت كثير جدا من التفاصيل، المجازر، الإبادة، الإنجازات العسكرية السياسية، صمود للمقاومة للشعب. في أي مرحلة نحن الآن من الحرب سيد ثابت؟ نعم، تحية لك وللأستاذ عدنان وللأستاذ المشاهدين. أعتقد أنه يعني بعض التوصيفات تقول ربما نكون في المرحلة، لا زلنا في المرحلة المكية، لكن حسب المعطيات الحاصلة يبدو أنه يعني لم يعد أمام الاحتلال ما يمكن أن يفعله في قطاع غزة. يعني بلغت ذروة الجرائم والإبادة مرحلة يعني غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. لا بنية تحتية، لا مساكن، لا بيوت، لا قطاعات صحية، لا قطاعات خدماتية على الإطلاق. ورغم ذلك ولم يحقق أي من أهدافه. والإدارة الأمريكية تريد أن تعطي السلم لنتنياهو كي ينزل من على الشجرة بكل بساطة. لذلك هذا الحراك الأمريكي هو ليس زهدا في الدم الفلسطيني ولا حتى يعني حرصا على السلم والأمن الدوليين، ولكنه محاولة أمريكية تريد أن تعطي السلم لنتنياهو كي ينزل على الشجرة بعد سلسلة الاتفاقات التي حدثت في قطاع غزة على مدار أكثر من 334 يوم لم يحقق ولم ينجز فيها أي شيء. والمقاومة واضحة منذ البداية، قالت إما أن نذهب إلى صفقة كاملة بالمحددات التي حددتها المقاومة، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين والإعمار ورفع الحصار. لكن ما يحدث أن نتنياهو يريد الاستدارة، يريد التحكم على هذه المحددات. دائما يذهب بنا إلى تفاصيل، ننسحب من محور فيلادلفيا أم ننسحب من نتشارين، كيف سيكون الانسحاب، هل سيكون تفتيش قوات عربية وقوات أممية للنازحين الذين سيعودون إلى الشمال، هل ستكون هناك قوات أممية في محور فيلادلفيا. وعندما ضغطت المقاومة وقالت بأنه لا أحد يتحدث معنا قبل أن يكون هناك انسحاب شامل، قال نتنياهو طيب دعونا نبقى في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى ثم يمكننا الانسحاب في المرحلة الثانية. أنا لا أعلم ما الذي يمكن أن يختلف خلال 40 يوم اللي هي عمر المرحلة الأولى
قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. الواضح حتى هذه اللحظة وفق معطيات أمريكية، بمعنى أنه هذا حوار الطرشان الذي يحدث في القاهرة أو يحدث في الدوحة، وبالمناسبة المقاومة غير حاضرة وغير مشتركة فيه، وفق المعطيات أو ما يسمح بتسريبه من بالونات اختبار، يعني يبدو أنه الأمريكان مصرين على الذهاب إلى صفقة رادن، وأنه في جعبتهم مقترح جديد، وسنرى ما هذا المقترح وما هي تفاصيله وكيف يمكن للمقاومة أن ترد عليه. وبالتالي أكون الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت جادة وتريد استعادة ما لدى المقاومة من أسرى ووقف هذه الإبادة الحاصلة، أم أنها تريد إعطاء نتنياهو مزيد من الوقت الكافي ليرتكب مزيد من جرائم الإبادة. نعم، لكن أستاذ عدنان ثمة غايات واضحة وأهداف واضحة لنتنياهو، كان آخرها ما جرى الحديث عنه قبل يومين عندما شرح على الخارطة أهدافه وتمسك إلى حد بعيد بمحور فيلادلفيا، وكما هو ظاهر أيضا يعني هو قابل للتضحية بالأسرى جميعا، وكما يعني هناك مثل متبع بأن موت القضية تموت مع موت صاحبها، وبالتالي كلما خسرنا مزيد من الأسرى يعني أن قضية الأسرى يمكن أن تنتهي ولا تعود عاملا للضغط على الحكومة. باعتقادك هل هو ما زال يراوغ أم أن هناك ثم الضغط حقيقي يمكن أن يغير من موقفه؟ يا أخي يونس وتحياتي يا أخي ثابت لك ولغزة العزيزة جدا وللمشاهدين الكرام. نتنياهو كما تعلم جيدا هو شخص كاذب أولا، ونتنياهو ليس فردا كما يحاول الجميع أن يشيع وأنه شخص فقط كل همه أن يبقى في السلطة، ليس صحيحا، هذا استخفاف بعقولنا، لأن نتنياهو إذا كان كذلك فهذا نتنياهو أسطورة الذي يقف في وجه العالم ويقول ما يريد ولا يكترث لأحد على الإطلاق. ما فعله نتنياهو هو ما تفعله الإدارة الأمريكية، بيت الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي يدير كل هذه المقتلة وكل هذه الجريمة. الآن خلال 11 شهرا تم تصوير أن هناك كثيرة هي القضايا التي يجب أن تبحث. نحن لم نعد نبحث الآن موضوع الانسحاب من قطاع غزة ووقف المقتلة ووقف الحرب إعادة الإعمار والإغاثة ورفع الحصار وصفقة تبادل مشرف. هذه هي الشروط الخمسة التي طرحها القائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، والذي لا زالت المقاومة ثابتة عندها. الذي تفعل الإدارة إدارة الشيطان في الولايات المتحدة أنها تريد أن تصور أن هناك قضايا كثيرة وأن نتنياهو متعنت وهو لا يرغب بالتنازل ويصر على ذلك، وقد قدم هذا الإثبات في مؤتمره الصحفي ليبدو بعد ذلك وكأنه هو يتنازل. لذلك سمعنا أنه رئيس الموساد قال في الدوحة أننا مستعدون للذهاب للخروج من محور فيلادلفيا، ومصر أعلنت أنها ترفض بشكل مطلق بقاء إسرائيل على محور فيلادلفيا، والمقاومة طبعا ترفض بالمطلق. وقال الأخ أسامة حمدان أن هذه حدود دولية بين فلسطين ومصر، ولا يجوز لأحد أيا كان هذا الأحد أن يكون موجود هناك. وطبعا الاحتلال لا يمكن على الإطلاق أن تقبل المقاومة وجوده على أي شبر في قطاع غزة، أصلا في فلسطين ليس من حقه أن يتواجد كل فلسطين. المهم الآن بايدن يتحدث عن أنه سيقدم مقترح، ويقال أنه سيقدم هذا المقترح بعد غد بعد يعني السبت، أو لكن حتى يوم الأحد سيكون هذا المقترح مقدم. هذا المقترح بحاجة لفترة حتى ينظر به، حتى يصل إلى المقاومة، وحتى هذا يحتاج سيذهب شهر. ولا أرى أن لا نتنياهو ولا بايدن يرغبون، أقصد يعني لا أقصدهم كأشخاص، أقصد لا بيت الشيطان ولا القاتل المأجور تبعه اللي على أرض فلسطين المحتلة، يرغبون بإنهاء هذه المقتلة قبل 7 أكتوبر. وأنا قلت وأكرر دائما وأحذر دائما أن ما يخطط له جيش الاحتلال القاتل المأجور برعاية سيده 7 أكتوبر يصنعونه هم في نفس اليوم، وهذا سيكون إما باتجاهين،
الاتجاه الأول والأكثر احتمالية أن يكون في الضفة الغربية، والاحتمال الثاني أن يكون موجه إلى جنوب لبنان والمقاومة هنا، لأن الأزمة التي يعيشها الاحتلال وتعيشها الإدارة الأمريكية إدارة الشيطان منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة أزمة الهزيمة، تكرست أكثر هذه الأزمة، هذه العقدة تكرست أكثر بهزيمة عدم الإنجاز. يعني كان هزيمة عسكرية يوم 7 أكتوبر وفشل أسطوري وتحطيم للمشروع الأمريكي في المنطقة، والأهم أنه طوال 11 شهرا حتى الآن هذا الاحتلال لا يستطيع أن يتحدث علنا، أضعف الإيمان، أو يتبجح علنا بإنجاز، إلا إنجاز واحد يعني لا يجرؤ على أن يتحدث عنه بهذه الصورة الحقيقية، وهي المقتلة، المقتلة التي لا يتوصف على أرض قطاع غزة، المقتلة الذي لم يحدث مثلها في التاريخ بالطريقة التي حدثت بها، أن يتفرج عالم بأسره على إبادة جماعية، تطهير عرقي يتعرض له شعب جزء من المجتمع الإنساني، الكل يتفرج والكل صامت، وأحسن أضعف الإيمان الكل يناشد الكل، يعني كل دولي، كل منظمة، كل مجموعة تصدر بيان تناشد المجتمع الدولي، تناشد القاتل المأجور، تناشد الوسطاء، وغير ذلك لا شيء. نعم. عدا البيانات لا شيء، وأن البعض يخرج يقول نطالب بحماية الصحفيين، آخر يقول نطالب بحماية المعاملين الدوليين موظفي الأمم المتحدة، آخر يقول نطالب بحماية العاملين في الحقل الصحي والطبي. طيب واللي بيشتغلوا بياعين بندورة هذول بهمش نقتلهم؟ طب واللي بيشتغلوا بنائين نعم، هناك منطق، هناك منطق أعوج ومنطق ينظر للشعب الفلسطيني بأنه يعني شعب يستحق القتل ويستحق الإبادة. أستاذ ثابت، بالنظر إلى غايات نتنياهو الكبرى التي ما تزال قائمة حتى اليوم، فتتلخص في ثلاث غايات. الأولى هو بقاؤه في الحكم لأطول فترة ممكنة. الثانية هو استبدال النخب الإسرائيلية الموجودة، وهذا ما يجري في الحقيقة من صعود نجم المتطرفين في الحكومة معه. والغاية الثالثة له هي تحطيم الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثلة اليوم بحركات حماس والجهاد الإسلامي بشكل أكبر. وفي نفس الوقت هناك أسباب بقاء نتنياهو ما زالت قائمة، سواء على صعيد الوضع الداخلي الإسرائيلي أو على صعيد العلاقات الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا الرجل يستطيع أن يصمد طويلا في مواجهة كل هذه الضغوطات؟ يعني هو سؤال كبير، هو بحاجة إلى تفكيك. دعنا نفكك القضايا واحدة. نعم. نتنياهو يريد أن يمرر بأنه هو آخر حراس المعبد، أنه هو الشخصية ذات الكاريزما الموجودة في المشهد الإسرائيلي، وهذا حقيقي لأنه لا يوجد منافس، يعني لا غانتس ولا يائر لبيد ولا حد يستطيع أن يزاحم نتنياهو في المشهد. لكن ليست نتنياهو جيد، هو مرتشي وخائن للأمانة ويفترض أن يزج به إلى السجن. الظروف الداخلية في الكيان الاحتلال، اليمين المتطرف، العلاقة المشبوهة ما بينه وبين سموتريتش وبالغفير هي التي ساعدت نتنياهو للبقاء في هذا المشهد. بعض المتغيرات التي حدثت ساعدت. هو يريد أن يمرر ويصور للجبهة الداخلية في كيان الاحتلال بأنه حامل حماة وبأنه سينفذ كل ما لم يستطع أحد أن ينفذه. في المقابل إسرائيل لا تترك شيء لم تفعله مع الشعب الفلسطيني. يعني شو بده يعمل نتنياهو أكثر مما عمل أريال شروت؟ يعني حتى قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية والإسلامية ما وصلنا لعام 2004 حتى كان تم اغتيالهم بالكامل. نتنياهو يريد العودة إلى غزة، يتفضل، ما كانت المستوطنات موجودة قبل عام 2005 وكان الشباب بيدخلوا استشهاديين في المستوطنات بالبنادق بكلاشينكوف وببعض طلقات تخش على المستوطنة ويفعلوا فيها يعني منجزات ومعجزات. الآن وضع المقاومة في قطاع غزة اختلف، وبالتالي نتنياهو يريد أن يحتفظ بفيلادلفيا. هل يستطيع أن يحتفظ بفيلادلفيا؟ وما هو حجم التكلفة التي سيدفعها وجوده؟ إذا الجيش الإسرائيلي مش قادر يتولى عمليات إنسانية كتوزيع المساعدات في قطاع غزة،
بده يتواجد في محور فيلادلفيا ومحور نتنياهو، وبالتالي نتنياهو يقول ما يريده. في هذا المزاد السياسي، في هذه الإبادة الحاصلة، في عملية التدليس والكذب التي يمررها للجبهة الداخلية. ما هو أول الحرب قال قبل 10 شهور سنستعيد الأسرى، لم يستعيد الأسرى، سنهزم المقاومة، لم يهزم المقاومة، ستستسلم المقاومة، لم تستسلم المقاومة، ووصل إلى صفر كبير جدا. وهو الآن يعني المقترحات الأمريكية تمرر من خلال نتنياهو، هو الذي يسمح ويمرر هذه المقترحات من أجل إنهاء هذه الحرب، من أجل إنهاء هذا الانكشاف الصهيوني غير المسموح. ثم أن في قضية مهمة جدا تتعلق بأسئلة مصرية في كيان الاحتلال، بجدوى المشروع الصهيوني، بجدوى وجود هذا الجيش، البقرة المقدسة التي لم يكن أحد يستطيع أن ينتقدها ويقترب منها. بالأمس الأسيرة الإسرائيلية التي كانت موجودة في رفح وقتلت قالت عن أين كنتم عندما تم أسرنا، أين كنتم عندما كنا نقتل، أين كنتم عندما حدثت معركة طوفان الأقصى. فبالتالي الرأي العام الإسرائيلي الآن أصبح ينتقد ويتساءل عن جدوى وجود هذه المؤسسة العسكرية وهذه المؤسسة الأمنية. وبالتالي هناك أسئلة مصرية تتعلق بالمشروع الصهيوني، تتعلق بكيان الاحتلال، تتعلق بحالة الهجرة المعاكسة التي حدثت. هذه الأسئلة كلها لم تكن مطروحة. ثم أن الأزمة الداخلية، تخيل أنت في 1,000,000 متظاهر في كيان الاحتلال يتظاهرون رفضاً لسياسات نتنياهو، رفضاً للحلف المدنس ما بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، يتظاهرون لحالة التآكل التي حدثت في الرد على إسرائيل، يريدون استعادة الأسرى، يريدون الضغط من أجل الذهاب إلى 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 صفقة. تاريخياً كان يفترض بأنه أي حرب، أي إحداث لعدو خارجي أن يوحد الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال. نعم. كانت حكومات الاحتلال عندما تشعر بأن هناك أزمة تذهب للحرب على لبنان، للعراق، لمصر، للضفة الغربية، لقطاع غزة. الآن هناك حرب وحرب مصيرية ومصير أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ورغم ذلك هناك أزمة وهناك مظاهرات وهناك اعتصامات وهناك حالة من التفكك التي تستشعرها الولايات المتحدة الأمريكية وتريد إنهائها. الأمر نعم، نتنياهو يضع الجميع، نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هذا اليمين المتطرف، يضع مصالحه الشخصية وحساباته الضيقة في كفة، ويضع الأسرى والردع والمشروع الصهيوني والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في كفة أخرى. أمر آخر أريد أن أنوه إليه فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية، بالدعاية الإسرائيلية، ما عاد العالم يصدق الرواية الإسرائيلية والمظلومية. الجميع يدرك وإن كانوا لا يتحدثوا بذلك، يدركوا بأنه إسرائيل كيان مجرم. النازيون الجدد هؤلاء هم عبارة عن قتل، لا صحفيين ولا ممرضين ولا أطباء ولا بنية تحتية ولا مساجد ولا دور عبادة ولا كنائس ولا شيء. هم يعتاشون على الجرائم، على الإبادة، على الحرب، على المقتل الحاصل في قطاع غزة دون أن يردعهم أحد. هذه الإبادة كشفت العالم والنظام الدولي والمجتمع الدولي، وكشفت كثير من الحقائق. ونول قضية مهمة جدا، ما يفعل نتنياهو في غزة أنه يضع الصاعق في قنابل موقوتة. نحن في غزة لن نتخلى عن طائراننا نهائيا، حتى وإن تراجعت المقاومة أو الهياكل الرسمية أو الحركة الوطنية الفلسطينية، نحن لدينا صعر مع هذا الكيان ويجب أن نصعر. ولا بيت في غزة إلا في على الأقل من 10 إلى 20 شهيد، ولا بيت. نتنياهو فعل قنبلة نووية في قطاع غزة، لا الصفقة ولا الهدنة ولا التهدئة ولا المجتمع الدولي سيستطيع أن يوقف ذلك. على ذكر المقاومة أستاذ ثابت، يبدو واضحا بأن المقاومة جديرة بقيادة هذا الشعب من أدائها السياسي والإعلامي والأداء العسكري أيضا. هناك في الحقيقة عبقرية فلسطينية حقيقية في إدارة المعركة منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، وهذا طبعا ليس من باب المجاملة بقدر ما هو من باب تعظيم هذه المقاومة التي تستحق منا هذا الثناء. كيف تتابعون تطور أداء المقاومة ووصوله إلى هذا المستوى وإدارتها للمعركة؟ هذا أمر سيدرس في أكاديميات عسكرية. غزة 365 كيلومتر مربع، سهل ساحلي، أعرض منطقة من البحر للسلك الشائك شرقا لا تتعدى 13 كيلو. الزنانات، طيارات الاستطلاع البريطانية والألمانية والفرنسية والأمريكية والمأهولة والغير مأهولة 24 ساعة. إسرائيل مش بس قطعت الكهرباء والاتصالات والإنترنت، تعد الأنفاس في قطاع غزة. إسرائيل استفرت بكل محافظة، محافظة الشمال اللي هي محافظة خان يونس التي لا تتعدى مساحتها 80 كيلومتر مربع، استفردت بها على مدار 7 شهور، دفعت فيها ب7 ألوية من أجل تحييدها،
وحتى هذه اللحظة عادت مرة ومرتين وثلاثة إلى محافظة خان يونس. ما فعلت المقاومة في على الأقل في الثبات. تعرف كل جزئية تديرها المقاومة هي عبارة عن معركة، المفاوضات معركة، الحرب النفسية معركة، الاحتفاظ بمقاطع فيديو للأسقى الذين قتلوا في نفق رفح هذه معركة، الثبات على المواقف معركة، إدارة الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية معركة، توثيق العمليات النوعية معركة، الاستدراج معركة، تفخيخ الأنفاق، إطلاق الصواريخ استهداف يعني استهداف تل أبيب حتى الأسبوع الماضي، وكانت تل أبيب في مرمى صواريخ المقاومة، وأطلقت الرشقات الصاروخية بالقرب من تواجد قوات الائتلاف. يعني إسرائيل لم تبقي شيء حجر في قطاع غزة، ورغم ذلك المقاومة محتفظة بالأسرى، نعم، ثابتة على مواقفها، جرى أخيرا الحديث عن جرى أخيرا في التقارير الصهيونية الحديث عن تجنيد 3000 مقاتل جدد في الشمال. أستاذ عدنان، اسمح لي أتوقف معك بما قرأته في تصريحات ومؤتمر نتنياهو الأخير حول الأطماع في الضفة الغربية المحتلة والتعامل مع جبهة الضفة بأنها جبهة قتال كما قال الصهاينة. باعتقادك هل هناك توقع بتصاعد أعمال المقاومة وبانفلات الأمور، مع العلم أن هناك يعني من جماعة التعايش السلمي يعني يدعون المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس والجهاد، نرجوكم لا تصعدوا عسكريا في الضفة الغربية لأن ذلك لن ينفع غزة في هذا الوقت المتأخر من الحرب وسيجر الويلات على الضفة الغربية، في المقابل لا نرى منهم أو نسمع منهم أي حراك سلمي شعبي في انتفاضة شعبية، يريدون فقط أن يتفرجوا وأن يكتفوا بالمشاهدة. أولا دعني أكمل جزء بسيط مما قاله أخي ثابت عن إدارة المعركة من قبل المقاومة وهذا النجاحات المتواصلة. أن أهم نجاح استمكنت المقاومة من أن تصنع هو أنها استطاعت أن تلغي على الإطلاق وتمسح على الإطلاق كل الرواية الصهيونية التي بدأها بايدن وبلينكين وشولز وماكرون ورئيس وزراء بريطانيا وعن 7 أكتوبر. تمكنت المقاومة من أن تثبت النقيض كيف كانت كيف تصرفت ووضعت صورة المقاومة والشعب الفلسطيني الآن أمام كل العالم بأنها أطهر وأنظف وأكثر أخلاقية من كل جهات الأرض. هذا الإنجاز العظيم لحماس للجهاد لكل القوم. ثانيا أن بنيامين نتنياهو قلت حضرتك هو صنع عدة عقد، رمى عدة عقد ومنها عقدة فيلادلفيا لكي يقدم نفسه فيما بعد أنه يرضخ للإدارة الأمريكية، هكذا تريد إدارة الشيطان منه أن يفعل وهو سنرى ذلك. ثانيا لاحظ لم يقل في مرة واحدة في كلمات في مؤتمر الصحفي أنه وافق على مقترح، قال لقد أعلنت الإدارة الأمريكية، أعلن بايدن، أعلن بلينكين أننا وأن إسرائيل وافقت، حتى لم يقل أننا وافقنا، قال أن إسرائيل وافقت، قالوا أنها وافقت، قالوا أنها وافقت، لم يقل هو بفمه بالكلمات أنه وافق، لأنه لا يريد ذلك، لا يريد أن يعلن ذلك الآن، يريد أن يجعل من ذلك عقدة تفاوض حتى يقدر. ثانيا نتنياهو المعروف عنه بأنه كذاب وفاسد وكل الصفات السيئة بهذا الرجل، ومع ذلك هو ينفذ إرادة الآخرين الأكثر كذبا منه والذين يسمون بالمعارضة ويقولون أنهم يريدون إسقاطه وأنه ويتهمونه بالكذب وكل هذا، ولكن لم يفعلوا شيئا واحدا حقيقيا لإسقاطه. المعارضة فقط تدعو إلى الفعل، المعارضة فقط تقول أنه يجب إسقاط الحكومة، لكن المعارضة لم تترأس ولم تتزعم مظاهرة واحدة، لم تدعو لمظاهرة واحدة، لم تحول يوم الأحد الذي دعت فيه الاستدروت واستمر الإضراب طوال النهار حتى الساعة 2:30 بعد الظهر، لم يحاولوا أن يجعلوا من هذا الزخم بدخول الاستدروت مظاهرة مليونية كما فعلوا في ضد الانقلاب القضائي. إذن هم لا يريدون، هم يريدون لهذا القاتل لهذا المجرم أن يبقى في مكانه لسببين، أولا ليحمل كل التركة ويحمل
مسؤولية الفشل ثم ليحاسبوه. هم يريدون أن يكونوا في مكان المحاسبين الآن، لا يريدون أن يكونوا مكانه، لأن مكانه الآن خطر، مكانه سيتحمل مسؤولية الإنجاز، سيتحمل وهو يرون لا أحد يستطيع إنجاز شيء. لذا جانتس حاول أن يكون في غرفة الحرب ليحقق البطولة، ثم رأى أن عليه أن يغادر وغادر وأيزنكوت. اليوم بالنسبة لهم الضفة الغربية، هذا الذي يقدم ويحاول أن يقدم بنيامين نتنياهو لجمهوره، جمهور اليميني، وأنا طبعا أقول كلهم يمينيين، لا يوجد يسار ولا يمين، حتى اليسار يمين واليمين يسار، في موضوع الفلسطيني الكل عدو للشعب الفلسطيني. وحكاية السلام والمقاومة السلمية والمقاومة، أنا شخصيا أقول واحد من أولئك الذين كانوا دائما يتحدثون عن المقاومة السلمية، وكتبت كثيرا حول هذا الموضوع، المقاومة السلمية والعنف السلمي سميته أحيانا، يعني تحذلقت كثيرا في هذا الموضوع، أصدقك القول أني تحذلقت، وكتبت اسمي العنف السلمي، السلم العنفي، أنا عارف كنت أتحذلق من كثر ما أنا مقتنع. نعم. ما أي عنف سلمي وأي مقاومة سلمية، مع من تجدي هذه المقاومة السلمية؟ مع بشر تجدي، مع أناس يقدرون حياة الآخر. هؤلاء يعتقدون أننا لسنا من حق، ليس من حقنا أن نعيش أصلا، ليس من حق، هذا ليس حق، هذا حق لهم فقط، العيش حق لهم. هؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى منحهم وحدهم حقا إلهيا، شعب الله المختار. أستاذ عدنان اسمح لي هنا أتوقف، معلش، يعني طالما أن القضية فتحت بهذه الطريقة، ألا يمكن للقيادة الفلسطينية، طبعا احنا بنحكي عن قيادة فلسطينية برضو، يعني بنحكي عن نسبة كبيرة من الشعب في حركة فتح وفي حركات أخرى وفي السلطة الفلسطينية، هناك مئات الألاف، هناك قوة بشرية ضخمة جدا، خزان بشري لابد أن تتجلى له الحقائق، هل يمكن أن يصلوا إلى يعني إلى هذه القناعة بعد ما رأيناه من إبادة جماعية؟ يعني ربما هناك أجيال كثيرة لم ترى العدو على حقيقته، لم ترى الصهاينة يقتلون ويبيدون الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، لم نعش كلنا، معظمنا لم نعش عام 48، والحروب التي خضناها مع إسرائيل كانت نوعا ما حروبا يعني منضبطة من ناحية الخسائر البشرية وما إلى ذلك، أما هذه المرة فظهرت إسرائيل على وجهها الحقيقي. أقول لك باختصار، إذا كنت تتحدث عن الشعب، عن فتح، أنا أقول لك فتح منضمة، فتح تقاتل كما تقاتل كتائب شهداء الأقصى يقاتلون، وفتح قوامها وطني، وفتح منظمة وطنية وأبنائها يعني أعداء للاحتلال ويقاتلون ضد الاحتلال ويكافحون بكل الطرق، وحتى الأجهزة الأمنية، الشهيد الأخير العسود في الخليل بطل عملية ترقومية، هو كان احد ابناء الاجهزه الامنيه، الاخوين عابد في ابطال عمليه حاجز الجلمي من الاجهزه الامنيه. هذا قوام وطني، القوام الشعب الفلسطيني قوام وطني بكل مكون. اذا كنت تتحدث عن القياده التي تقول ان منظمه التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، طيب يا سيدي عراس، انت ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، اقول لك انت ممثل شرعي ونص، مش بس وحيد، وحيد ونص. طيب الممثل مش لازم يمثل، او اذا ممثل سينما بيعمل فيلم، ممثل مسرح بيعمل مسرحيه، انت بتمثل شعب والشعب بنذبح، تفضل يلا ورجينا همتك، اجى الدور الان دور التمثيل، مش لما نقول غزه غزه ايش ما فيها الضفه، طيب تفضل سعد، وانت بدك كنت بدك تروح على غزه، اجوك على الضفه، يلا هاي جنين وهاي طول كرم، وأنت ترى حال جنين اليوم لما بتطلع على صورة بتسأل هاي جنين ولا غزة؟ صرنا نلخبط، ما خلوش شارع بجنين، ولا زالت العملية دائرة في جنين وطول كرم حتى هذه اللحظة، وأنا ابن جنين وأعرف شو ماذا يجري في جنين والجريمة وحجمها. وهل الرد؟ هناك ردود كثيرة كثيرة، أين هو الفكاك من أوسلو؟ الإعلان أن خلص يعطيك العافية، إحنا ما في أوسلو عندنا، ما في بقي، أصلا الاحتلال أعلى. طيب أنت تعلم جيدا ماذا قال بنيامين نتنياهو، قال لا عباس ولا حماس، لا فتحستان ولا حماسستان، يعني أنت مع المقاومة شئت أم أبيت، أنت محسوب على المقاومة أردت أم لم ترد،
ترد، فبالتالي عليك أن تلتحق بالمكان الذي يجب أن تكون فيه. نعم، نحن معك أستاذ عدنان، وسنعد الاتصال مرة جديدة بالأستاذ عدنان صباح الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا من جنين بالضفة الغربية المحتلة. نحن في هذه الحلقة نحاول أن نناقش أوضاع فلسطين بين قطاع يحارب منذ 334 يوما، وبين من ناحية أخرى ضفة تشتعل شيئا فشيئا في جبهة قتال جديدة تشتبك، ولعلها تكون جبهة إسناد لقطاع غزة بعدما استفرد الاحتلال بالضفة الغربية طيلة الأشهر 11 الماضية ولم يسمح بأي نوع من المقاومة، لكن يبدو أن هناك قرارا للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بالانخراط في الطوفان الذي يستهدف الاحتلال الصهيوني والمشروع الاستيطاني لهذا العدو. هذا المشروع الاستيطاني الذي يلتهم الضفة الغربية المحتلة والتي حولها إلى مجموعة من الكانتونات وقطعها إلى أجزاء وجعل للشعب الفلسطيني فقط 10% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى وجود عشرات ومئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكذلك وجود أعداد كبيرة جدا من المستوطنين تصل في 50 سنة الماضية إلى قرابة 800,000 مستوطن في محافظات ومدن الضفة الغربية. والاحتلال يريد أن يربط هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية فيما يسمى بخطة الضم لتكون جزءا من دويلة الإبادة الجماعية إسرائيل وتضم إلى المدن التي احتلت عام 48. على أي حال نحن باقون معكم، بعد فاصل قصير نواصل هذه الحلقة. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من فلسطين. إذن الاحتلال بين قطاع يحارب وضفة تشتعل عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع. مع ضيوفنا الكرام أرحب الآن بضيفنا الأستاذ نجيب مفارجة الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني. مرحبا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين، حياك الله. حياكم الله. بالنظر إلى مجريات الأحداث الدائرة الآن سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، نشاهد أن الاحتلال أمام حرب استنزاف مع قوة محلية بإمدادات منقطعة لا تصل أي نوع من الإمدادات، وتحارب منذ عام كامل تقريبا. كيف يمكن وصف هذا المشهد، وكيف يمكن التنبؤ بمستقبل الصراع الموجود الآن؟ يعني وربما أبعد من ذلك أخي يونس، بمعنى الاحتلال ليس فقط هو الذي يواجه هذه الفئة المقاومة بالإمكانيات المنقطعة، هناك قوى عظمى تتبنى الاحتلال، تدعم الاحتلال في حربه، وفرت له الغطاء السياسي والقرار، وفرت له الدعم العسكري والدعم المالي وحتى الدعم الميداني والخبرات وقيادة المعركة الميدانية. بالتالي المقاومة الفلسطينية هي تواجه دولا عظمى وتواجه حربا كونية باختصار، وهذا توصيف دقيق وليس فقط صحيحا للمعركة التي تواجهها. في مقابل ذلك يعني ما زالت المقاومة الفلسطينية متسلحة بسلاح الإرادة والإصرار والمضي قدما في مشروعها التحرري. في الجهة المقابلة الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي البربري على الشعب الفلسطيني، على المدنيين، على الأرض الفلسطينية، على الممتلكات الفلسطينية، على الآمنين، لأنه يعني لا يوجد لديه منذ بداية الحرب بنك أهداف لدى المقاومة ولا يستطيع أن يقاتل هذه المقاومة، بالتالي هو يفرغ ويصب جم غضبه على المدنيين. أمام هاتين الحربين أو هاتين يعني هذه الحرب غير المتكافئة سواء في الإمكانيات أو حتى في الأخلاقيات دعني أسميها، يعني كان الثمن الذي قدمه الفلسطينيون ثمنا باهظا أمام صمت وسكوت دوليين مريبين مخجلين بصراحة. بالتالي هذه الحرب يعني وهذا الصمت الدولي أعطى اليمين الصهيوني الائتلاف الحاكم تحديدا حلف الليكود بزعامة نتنياهو والصهيونية الدينية واليهود المتطرفين سموتريتش وبن غفير أعطاهم يعني دافعا للمضي قدما في هذه الحرب على الفلسطينيين. الآن وقد حاول الكثير من الأطراف في العالم الوسطاء وقف هذه الحرب ومحاولة التوصل إلى صيغة وسط بمعنى ترضي جميع الأطراف، رفضها هذا اليمين في ظل المراهنات على
ربما تكون الأمور في قادم الأيام لصالحه، وأطال أمد هذه الحرب كثيرا يعني فقط تطبيقا وتنفيذا لحسابات سياسية ضيقة. الآن باختصار بعد كل هذا المشهد، الأمور من وجهة نظر اليمين والائتلاف الحاكم هو مصمم لمواصلة الحرب حتى النهاية. هو بإعلانه الأخير السيطرة والبقاء على محوري فيلادلفيا ونتسريم، هو بمعنى يعيد احتلال قطاع غزة، وبإعلانه الحملة العسكرية الواسعة والتي ربما يوسعها أكثر. بدأنا اليوم نسمع تصريحات للجيش الإسرائيلي، ربما نستدعي فرق أخرى عسكرية، وربما نوسع عملية أكثر في كل مدن الضفة الغربية. ومع تصريحات حاكم الإدارة المدنية أي حاكم الضفة في الحكومة الإسرائيلية بسلايل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال، أن يعني الضفة الغربية في قادم الأيام سيكون لها وضع خاص، وقدم مشروع قرار الكنيست لضم أراضي ألف الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى أراضي باء وجيم الخاضعة إداريا وأمنيا لسلطة الاحتلال. بالتالي هم يلغون ليس فقط دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إنما يلغون أيضا حتى وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. بالتالي اليمين الصهيوني أو اليمين الإسرائيلي المتطرف هو يأخذ الأمور باتجاه إعادة احتلال لقطاع غزة وللضفة وإلغاء وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هو يأخذ الأمور نحو الاحتلال الخشن، خصوصا ان او تحديدا ان الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه بيمينها ويسارها مارست وحاولت ان تمارس الاحتلال الناعم على مدار يعني اكثر من 7 عقود من الصراع. جاء اليمين اليوم ليمارس الاحتلال الخشن ويسيطر على ويسلب كل ما تبقى من القضيه الفلسطينيه، الارض والانسان. اذا هناك حرب متواصله، والمقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال في قطاع غزة تدرك ذلك وتتعامل معه حتى في أدائها الميداني، لكن هل ثمت مؤثرات ومتغيرات يمكن أن تطرأ وتؤثر في هذا القرار؟ طبعا نتنياهو ذهب كما تفضلت للنهاية، وهو ينتظر نجاح ترامب أمريكيا لضخ مزيد من الدعم الأمريكي، ليس المادي فقط إنما الدعم السياسي، ومحاولة يعني فرض وقائع جديدة كما حصل في صفقة القرن وكما حصل في اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. لكن في 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 المربع الفلسطيني أو العالم العربي والإسلامي، هل ثمت ما يمكن أن يساعد في وقف هذا العدوان؟ صحيح، هناك ثمت ما يمكن أن يساعد، ليس فقط أخي يونس في المربع الفلسطيني، إنما في المربعين الفلسطيني والإسرائيلي، وحتى أيضا المربع الدولي. بمعنى في المربع الفلسطيني، هذه المقاومة الباسلة التي استطاعت أن تصمد يعني أكثر من 10 شهور، نحن الآن نقترب من أو ربما أنهينا الشهر 11 وندخل في السنة. بالتالي هذه المقاومة التي استطاعت أن تصمد وتثبت جدارتها وتؤلم العدو على مدار عام كامل من الصراع، خصوصا في ظل حالة التفوق العددي والنوعي والاستخباري والاستراتيجي والعسكري والأمني للاحتلال، هذه المقاومة التي تفوقت عليه وسجلت جولات ومكاسب كبيرة في هذه الحرب، بإمكانها أيضا الصمود، التسلح بالصمود والإرادة، وتراهن على نفسها وعلى مقاومتها من بعد شعبها ومن بعد رب العالمين. بالتأكيد المقاومة ماضية في حساباتها، أيضا هي تراهن على جبهات الإسناد، بمعنى ساحة الضفة الغربية المحتلة التي كانت إلى حد ما، اسمح لي بهذا التعبير، ربما مستثناء وربما لم تكن بالحد المطلوب والمأمول منها. ساحة الضفة الغربية الآن هي أشبه بساحة حرب، والمقاومة وصلت فيها إلى مستوى بدأت تحاكي نموذج غزة. بالتأكيد لم تصل إلى مستوى غزة، ولكن عدد الفصائل وبشكل قوي، لم تبقى المقاومة في خانة المقاومة الفردية، في خانة الذئاب المنفردة كما تسميها المنظومة الأمنية الصهيونية. عدد الفصائل وامتطت صهوة هذه المقاومة، وبدأت هي التي تقود دفة الشارع نحو المقاومة. بالتالي بدأنا نسمع بكتائب جنين ونابلس وطولكرم وطوباس وغيرها. بالتالي عادت المقاومة المنظمة الفصائلية، التي الفصائل هي الأقدر والأكفى على قيادة الشارع وعلى توجيه الشارع، وهي الأكثر خبرة في هذا الميدان وفي هذا المجال، وهي الأكثر تأثيرا. بالتالي المقاومة أيضا ماضية في رهانها على نفسها وفي إيلامها لعدوها على كل الساحات والجبهات. يعني اليوم رأينا قصفا من الجبهة الشمالية، أي جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة، وهي جبهة ساخنة أشبه بحالة حرب. وأيضا سمعنا بيانات
أنصار الله في اليمن أيضا هم مواصلون ويواصلون عملياتهم. نعم. على صعيد الجبهة، جبهة الاحتلال، كيف تبدو المتغيرات؟ هل هذه المظاهرات التي خرجت والتي لم يستهتر بها نتنياهو، يعني منذ اليوم الأول خرج في مؤتمر وشرح للصهاينة الجمهور، أنا أسمي جمهور الإبادة الجماعية لأنه جمهور متواطئ مع الاحتلال ومع الإبادة، وشرح لهم وقال لهم لن أتنازل وأنا متمسك بهذه الخيارات، لكن دخول اتحاد النقابات على الخط هل يمكن أن يؤثر؟ هل يمكن أن نكون أمام معارضة حقيقية، خاصة أن المعارضة غائبة في بعدها الرسمي، غائبة في الكابينت، غائبة في الكنيست، وليست يعني حتى في الشارع ليست قوية للغاية؟ بالتأكيد أتفق معك تماما أخي يونس، بمعنى أن الشارع الإسرائيلي هو الذي وفر الغطاء اليمين المتطرف لهذه الحكومة، الشارع الإسرائيلي كان في جله وفي غالبيته يريد القضاء على المقاومة والقضاء على حماس بن حسين وفق الرواية الصهيونية والقضاء على قطاع غزة، ويريد أن يرتاح من مشكلة ومعضلة قطاع غزة إلى الأبد، وبالتالي هو الذي وفر هذه الحاضنة لهذه الحكومة، وهو الذي لم يتظاهر حتى دعما للمعتقلين وأهالي المعتقلين من الأسرى الصهاينة الموجودين في قطاع غزة، بالتالي كان شارع عن يمينيا بامتياز ومتطرفا. الآن ذلك كان صحيحا حتى ما قبل 3 أو 4 أيام، ما قبل 3 أيام اختلفت المعادلة وأصبحت المعادلة تختلف، بمعنى لأول مرة استطاعت المعارضة أن تحشد وتكسر حاجز 350,000 متظاهر في الشوارع الإسرائيلية، ولأول مرة دخل الهستدروت أي اتحاد النقابات على الخط، خط الاحتجاجات وخط السياسة، وهو الخط الذي نأى بنفسه أن يدخله على الأقل منذ بداية الحرب. بالتالي رأينا كبرى النقابات، نقابات الأطباء والمحامين، ورأينا كبرى البلديات القدس وحيفا وتل أبيب، ورأينا كبرى الجامعات، الجامعة العبرية في القدس وحيفا وتل أبيب وغيرها من المعاهد الإسرائيلية، كلها دخلت على خط الإضراب، وأيضا رأينا حتى كبرى الوزارات، أهمها وزارة الدفاع بين قوسين وزارة الحرب، الذين يحاربون، بمعنى الموظفون في هذه الوزارات المالية والاقتصاد وغيرها، أيضا دخلوا في هذا الإضراب التحذير للحكومة. الآن المعارضة بدأت تحشد في الشارع، بدأت تكسر حاجز مئات الآلاف، وبدأت بشكل صريح وواضح تنادي بإسقاط الحكومة. واللافت في الموضوع الجديد أن اليوم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تحدث بشكل واضح أن هذه الحرب، طبعا في تهكم على الحكومة، هذه الحرب ستطول أبد الدهر ما دامت هذه الحكومة موجودة، وبالتالي هي دعوة صريحة للعمل على إسقاط الحكومة، وقال أن إيقاف الحرب هو ضرورة إسرائيلية، وأن مواصلة هذه الحرب يضر بمصلحة إسرائيل الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبدأ يدعو بشكل واضح وصريح لإنهاء هذه الحرب والذهاب باتجاه صفقة وتحرير الأسرى الصهاينة من قطاع غزة في صفقة، لأن كل محاولات إعادتهم بالقوة باءت بالفشل، وكان آخرها يعني موضوع مقتل 6 معتقلين صهاينة في قطاع غزة قبل نحو أسبوع تقريبا، وهو الأمر الذي فجر كل هذه الاحتجاجات وكل هذه حالة الغضب العارمة في الشارع الإسرائيلي. بالتالي الآن إسرائيل عادت في مربعها، أي مربع الانقسام والشرخ الداخلي، إلى ما قبل عام تحديدا، إلى ما قبل طوفان الأقصى 17، بمعنى حينما كان قد انقسم الشارع الإسرائيلي إلى يمين ويسار، إلى شرقي وغربي، إلى متدين وعلماني. طبعا ردة فعل على التعديلات القضائية من وجهة نظر الحكومة والانقلاب القضائي من وجهة نظر المعارضة. بالتالي إسرائيل الآن والشارع الإسرائيلي والكيان كله في حالة تجاوز، أنا أقول لك لا يحسد عليها، أي لوصف هذه الحالة الداخلية، في هم في غاية في الشرق وفي غاية في تعميق الانقسام بينهم، وبالتالي ربما هذا يكون أيضا عاملا مؤثرا من عوامل إنهاء هذه الحرب والضغط على إسرائيل، خصوصا أن صورة إسرائيل تهشمت أمام الرأي العام الإعلامي والسياسي والقانوني الدولي، وفي ظل يعني تحمل إسرائيل تبعات الحرب على الأقل من ناحية اقتصادية. وزير المالية بالسدائر سموتريتش يقول سيتفاجأ الجميع من تكلفة هذه الحرب، هذا تصريح لافت وخطير للغاية بالأمس، تكلفة هذه الحرب ستكلف إسرائيل من 200 إلى 250 مليار دولار أمريكي. بالتالي إن قطاعات اقتصادية كاملة انهارت، قطاع العقارات، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع الصناعة، قطاع الاقتصاد، كل ذلك يشكل عوامل ضغط على الحكومة الإسرائيلية. أيضا يعني الآن نحن على أعتاب بداية سنة دراسية جديدة، وما زال للعام الثاني على التوالي سكان مستوطنات غلاف غزة وسكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مبعدون قسرا بقرار المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية عن بيوتهم التي يقطنوها. بالتالي نعم. كل هذا من شأنه أن يشكل حالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية. أخيرا أستاذ نجيب، يعني ما هو تأثير
الحرب النفسية التي تشنها المقاومة الفلسطينية على الجمهور الصهيوني، هل هذه الرسائل النفسية تصل إلى الجمهور الصهيوني؟ لأن هناك رقابة قوية جدا على وسائل الإعلام، ولا أعتقد أن يعني رسميا يعني تبث أي نوع من غير الممكن أن يبث أي نوع من إعلانات المقاومة، لكن هل تصل باعتقادك وتؤثر؟ حتما 100%، يعني هي تصل وهي تؤثر، ولابد من الإقرار قبل الإجابة أن المقاومة الفلسطينية أبدعت في صياغة الخطاب الإعلامي طيلة فترة الحرب وطيلة فترة عام كامل من الحرب، وكانت على جبهتين، كانت ترفع معنويات الشارع الفلسطيني، وكانت يعني تجعل معنويات الشارع الإسرائيلي في الحضيض عبر مئات وربما آلاف الفيديوهات التي نشرناها التي نشرتها، وكانت كل جزئية من جزئيات الحرب مصورة. بالتالي المقاومة الفلسطينية أبدعت في هذا الخطاب الإعلامي، وكان آخر شيء هو موضوع إثارة حفيظة الشارع الإسرائيلي وإثارة غضبه على الحكومة تجاه قضية مقتل الستة معتقلين، ونجاح المقاومة في إقناع الشارع الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية هي التي ماطلت وهي التي قتلت هؤلاء، قصفتهم بداية أو قبل أن تقصفهم، يعني ماطلت في تأخير الإفراج عنهم، وكان من المقرر أن يكون 5 من أصل 6 منهم بين المفرج عنهم. ويعني من خلال متابعتنا للإعلام العبري رأينا كيف يحمل الإعلام العبري تحديدا إعلام المعارضة حتى إعلام المستوطنين الذين هم محسوبون بالكامل على الحكومة اليمينية المتطرفة، يحملون الحكومة مسؤولية ذلك ويتهمون أيضا الشارع الحكومة بالضعف لدرجة أن السنوار وحماس وقطاع غزة والمقاومة بشكل عام هم الذين يديرون الخطاب الإعلامي، وهم الذين يؤثرون على خيارات وقرارات المستوطنين، وهم الذين استطاعوا أن يقنعوهم بالنزول إلى الشارع وقيادة هذا الإضراب ضد الحكومة. بالتالي المقاومة أبدعت في الخطاب الإعلامي، والمقاومة تؤثر، وربما ورغم كل حالة الرقابة العسكرية على الخطاب الإعلامي الصهيوني، إلا أن هناك الآن صفحات للمعارضة ومواقع المعارضة وقنوات للمعارضة يعني بدأت تتحرك وبشكل فاعل وحقيقي ضد الحكومة، ولا يمكن السيطرة على هذا الإعلام، وبالتالي خصوصا يعني أن المستوطن يدفع ثمنا كبيرا، ثمنا في أمنه وثمنا في اقتصاده، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تحجر عليه حتى ما يتلقى من خطاب إعلامي. بالتالي هي حتما تؤثر، وذلك يعتبر عاملا مساعدا. شكرا لك. شكرا أستاذ نجيب مفارجة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب. الشكر موصول بطبيعة الحال إلى بقية ضيوفنا الكرام الذين غادرونا قبل قليل انقطاع الاتصالات بهم، وشكرا لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.